وادان المدينة التي تشيخ ولا تموت، وهل حقا يمكن لهذا التاريخ الضارب في القدم أن يموت وأن تفوت هذه المعالم الزائرة الذي يجد نفسه في زمن الأقدمين يوم أطلق على المدينة اسمها استنادا على وادي التمر والعلم؟ إن المكتبات والمخطوطات النادرة بمدينة وادان تقدم للزائر البرهان على الإرث الثقافي الذي خرج للوجود قبل عشرات السنوات، وهي تتيح للناظر السفر عبر الزمن واختصار المسافات وتروي حكاية وادي العلم الذي اقترن باسم المدينة منذ تأسيسها قبل قرون طويلة من الزمن، لتمثل لاحقا منارة علمية سارت بحديثها الركبان. تعتبر مدينة وادان إحدى المدن التاريخية المعروفة بإشعائها العلمي، فأول تأليف بعد كتاب الإشارة كان لأحد علماء وادان وهو موهوب الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد من ذرية الحاج عثمان مؤسس المدينة وجل الأسانيد الفقهية الموجودة في البلاد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ترجع إلى علماء وادان. المكتبات كما هو معلوم تعد هي السمة البارزة التي ميزت المدن التاريخية عبر العصور، وهي تعبر بجلاء عن النهضة العلمية التي عرفتها هذه المدن. إن فترة الازدهار التي عرفتها المدينة أنجبت الكثير من العلماء، وقد أسهموا بشكل كبير في نشر العلم مشارق الأرض ومغاربها، فأصبحوا سفارة متنقلة مثلوا من خلالها البلاد أحسن تمثيل، حيث تركوا أثرا وذكرا حسنا. ساهمت في إثراء الفضاء الثقافي والديني في هذه المنطقة منذ الآباء الأولين، منذ الأشجار الأولى. هذه المكتبة تضم العديد من الكتب في مختلف المجالات، وأقدم كتاب لدينا هو كتاب إضاءة الدجنة، وهناك كتب أخرى وبعض المخطوطات الهامة الأخرى التي تضمها المكتبة. إذن هذه المكتبات متعددة ومتنوعة في ودان، وتضم العديد من الكتب في مختلف المجالات والميادين، فهناك القرآن الكريم وعلومه، وهناك الفقه وأصوله، وهناك السيرة النبوية، وهناك اللغة العربية وآدابها. مكتبات وادان مكتبات غنية جدا وغنية عن التعريف، والوادانيون إسهاماتهم معروفة جدا في أنحاء الوطن، وبرز منهم علماء كثيرون غنيون عن التعريف ويقصر الوقت على عدهم. تتوفر مدينة وادان على الكثير من المخطوطات في شتى المجالات المختلفة إلى جانب العديد من الكتب القيمة، وينال هذا الإرث عناية خاصة من لدن الإنسان الواداني، حيث تعمد الأسر إلى حفظه بطريقة تضمن بقاءه واستفادة الأجيال منه، وإن كانت تحديات حفظه جمة، وقد يحول غياب الوسائل دون اكتشاف جزئه وبقائه طي الإهمال، حيث يعد إخراجه من المحال. هناك البعض الذي لم نستطع تحديد تاريخه نتيجة لأنه تعرض لبعض التلف، حتى أننا لا يمكننا أن نفتحه وننتظر أن نجد دعما أو نجد متخصصين يساعدنا في التعامل معه، لأن هذه المخطوطات القديمة عندما تصل إلى درجة معينة يجب الحفاظ عليها بهيئتها إلى أن تأتي إلى متخصصين أو يأتي متخصصون يستطيعون أن يعالجوها معالجة تليق بها. قد تكون وثائق ذمينة، وقد تكون وثائق نادرة، وقد يكون لها تاريخ أقدم مما قلنا، ونحن ما حصلنا عليه من إثباتات دقيقة
بالتاريخ تثبت أن أقدم مخطوط لدينا يعود إلى 1175 هجرية. أهم ما تعاني منه هذه المكتبات هو الإهمال والضياع، فقد تعرضت هذه المكتبات في الفترات الساحقة للعديد من الإهمال والنسيان، ولذلك فإن العديد من المؤلفات ضاع مع الأسف في تلك الفترة. هذا ينضاف إليه أيضا الهجرة الدائمة لسكان هذه المدن، ويتركوا مكتباتهم ربما في أوضاع سيئة، وذلك يؤدي إلى ضياعها. هذا أيضا ينضاف إليه الصيانة، فهناك رفوف ينبغي أن تكون توفر في المكتبات، وهناك أمور من التحصينات وبعض القضايا الأساسية التي قد لا تتوفر داخل هذه المكتبات، كما أن أيضا المناخ يلعب دورا في حفظ هذه المكتبات. فكما تعلمون في منطقتنا هذه ترتفع درجات الحرارة ولا سيما في الصيف حتى تصل إلى 45 درجة، وهذا له تأثير سلبي على المكتبات. حفظ المخطوطات يتم بطرق بدائية في بعض الأحيان، هذا إذا لم تذهب ضحية النسيان، وإن كانت تحمل بين طياتها علوم المجتمعات وثقافاتها وآدابها وفنونها، إلى جانب ما وصلت إليه هذه المجتمعات في كل من المجالات السياسية إلى جانب الاجتماعية والاقتصادية. وطرق الحفظ تحتاج ولو جزءا يسيرا من الرعاية والاهتمام بغية إعادة الاعتبار. صحيح البخاري وكشف اللبس فيما بين الروح والنفس وقصائد مديحية أخرى وأوراد قادرية. لابد من مساعدة أهلها، لأنها أغلبها مكتبات أهلية، البعض منها نقدر أنه ليس مصنفا إلى حد الآن حتى الآن، ولكن هي عبارة عن مجموعة من المخطوطات ومجموعة من الكتب النفيسة القديمة، بعضها بخط اليد وبعضها في جلد الغزال، ولكنها تعرضت في هذه الأرض لما يسمى بعوام التعرية. إذن يجب على الجميع أن يساهم في الحفاظ عليها، ونحن بدورنا نحافظ عليها على قدر ما نمتلك من وسائل الحفظ. لا يخلو بيت وداني من مكتبة صغيرة أو كبيرة، فالودانيون كما تعلمون والموريتانيون كانوا لديهم اهتمام كبير بهذه المكتبات، وكانوا يأتون بالكتب من شتى أصقاع العالم، إما عن طريق الهدية أو عن طريق الشراء، ولذلك فكانوا يستسخون الكتب عندما يصلون إلى بلدان أو مدن أخرى ويأتون بها إلى هذه المدينة ويحتفظون بها داخل مكتباتهم. لذلك فإن المدينة شهدت فترة أو نهضة علمية كبيرة. تشكل المكتبات والمخطوطات في مدينة وادان شاهدا حيا على ما وصل إليه الإشعاع العلمي والثقافي في البلاد، غير أن هذا التراث الراسخ في القدم يصارع كحال المدينة القديمة الزمن في انتظار انتشاله وحفظه بعيدا عن الإهمال والنسيان، مخافة أن يصبح بمثابة خبر كان.